حب الشباب. المراهقة هي مرحلة جديدة في الحياة، إنها تشير إلى انتقال الطفل إلى مرحلة البلوغ. سواء كانت فتاة أو طفل، هناك بعض الصعوبات التي يجب على المرء مواجهتها جسدياً وعاطفياً. إذا كان على المرء التحدث عن التغييرات أثناء البلوغ، فهناك تغييرات جسدية تحدث أيضاً بسبب التغييرات في الهرمونات. هناك بعض المضايقة الجسدية وأهمها حب الشباب. حب الشباب يأخذ رسوماً جسدية وعاطفية على الجسم، لأن الأطفال في هذا السن يعتبرون أنفسهم وسيمين للغاية وفي القمة. حب الشباب هذه البثور الصغيرة تعطي انبعاجاً كبيراً على صورتهم، ويرونها في كثير من الأحيان كعيوب صغيرة في مظهرهم، كما أنهم ينزعجون منها بسهولة. في مثل هذه الحالات نطلب من الأمهات توجيه أطفالهن حول مشاكل الأكل والنظافة وحول روتين حياتهم.